حلقة الليلة من زي ليديز. أنا حسيتك عم بحكك جلسة دعم بالعالم بس هيك تيجي حارتنا لحق لي عواطف ما لا يحق لغيرها واخذيني إلو ما بدي غني معه بدك الحقيقة ولا أخطأ وما بيحترم العشرة مين عم بيحكي بنت الكبة أجل عم بطني هناك مياعة معينة تفتقدينها نجيب بركز على الصدر شوي أكثر من غير مطاري تطلع على ظهرك في شطارة هاي ما رح نختلف عليها قطعت لي إياها راس عصفور أو بسك تيجي زي ليديز في إجماع على محبتهم وين ما بيكون بيكون صديق البرنامج ضحكته وحكيه ما في شي بغطي عليهم خلونا نرحب بزقفة كبيرة بميشيل أبو سليمان مرحبا مرحبا أهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ميشيل نورتنا سوري تاخرت لانه عجقه قبل التونيل التونيل ما هيك ضويت ضو العالي قلت لي انت وميشيل ضو على طول العالي عالي على طول بهالبلد على طول بدك تضوي العالي نعم نعم ضمير ما ضمير بقلب التونيل ميشيل ضمير ايه ضمير مقبل هلا جاي وزير ده شو اسمه نايب الوزاره هلا ضمير مقبل ايه ضمير مقبل إن انا بحفظها هيك هلا استاذ ضمير كيف وبتعيدك السياسه صايره بحفظها ضمير مقبل وبعيدها بالمجتمعات ضمير مقبل ضمير مقبل جاي هلا لهون اوكي ميشيل ما بتقدر تتصور قد ايه مبسوطين فيك انا والصبايا متحمسين انك جاي لعنا انا المبسوط بتعرف انت هضمك وخفيت دمك وهيك وبتفوت على القلب دغري خلي لي اياك بس انت تقريبا من جيلي اكيد انت اصغر مني بتصور بس انه تقريبا لا لا من جيلي لا بفتكر اكبر منك ليش هالقد طولت اسم الله عليك اسم الله عليك لا ما بقى ارزي توليب الليله تفتكر باستاك مش باستاك كنت عم بسمع الغنية باستاك تيجي حارتنا عم تحضرها يعني ليه هالقد طولت الشهرة الواسعة هلا انت مشهور بس شهرتك هلا بسنين هلا صارت اوسع ليه طولت توصلت عليك شهرة مع انك تستاهل من اول شيء من اول الدرج من اول ما خلقت من اول ما خلقت من بطن الماما لازم تكون مشهور من الوعى تبعك بدك الحقيقة ولا اختها لا اختها لانه كل عمري ما بتعني لي شيء الشهره لانه نحن هون بالبلد ارزي اقتصاديا ومعيشيا الشهره ما فيك تصرفيها بمطرح لحتى تعيشي اولادك 100% من الاساس يعني اخترت المطرح يلي بقدر فيه اطلع مصاري بعالم الصوتيات بالدبلجه بالفويس اوفر وبالمسرح بعيد عن التلفزيون التلفزيون بلبنان خاصه ما في مصاري يعني المسلسلات او البرامج او وسيله شهره
ماديا يمكن منقدي حالنا بروحاتنا ومجيتنا، مطلع بنزيناتنا، سهره بالشهر ماشي الحال، بس ساعد بصير عندك عائله ما فيك تشتغلي بالتلفزيون تمثلي بس، او لا بدك تروحي لمطارح تقدري تلبي حاجيات اولادك والعائله 200%. مزبوط، هيدي هي. ما كنت راكد ورا الشهره ابدا، اجيت اهلا وسهلا، تشرفنا يعني. ليه بقيت لك كميشيل القشوش، فتت على حديث البلد، قشيت الكل وبقيت لوحدك صديق البرنامج. مين عم يحكي؟ بنت الكبه. بنت الكبه مش فاضحه، بينحسب لها حساب بنت الكبه. مع احترامي للسيده فيروز يعني طبعا، بس بتذكريني اول طلعت السيده فيروز البيروك وال طب خير؟ لا والله شيء عظيم عم يعني بعد سفر برلك دغري ما فرقت، بس بالسيدة فيروز هذا شرف. اكيد شرف إيه؟ لنا كلنا اكيد فاين. اكيد خبرني، بقيت صديق البرنامج حظ او واسطه او شو؟ لا حظ ولا واسطه، في شطاره هاي ما رح نختلف عليها. طيب بس بقيت انت لوحدك جاوبتك وراحوا الكل. بكل بساطه انك يعني ملك توك اوف ذا تاون. خلي لي اياكي يا ارزي، اثبتت القيام يعني. خلي لي اياكي ميشيل، ضحيت باكثر. بعده عم بحسك جسدك؟ ايه. انت عم بحسك جسدك؟ انت عم بحكك جسدك؟ شو انا عم حسيتك عم بحكك جسدك؟ عم بيرعاك. انا هيك شايفه. ضحيت باكثر من عمل تلفزيوني كرمال تبقى بحديث البلد، اوكي؟ هل هيدا وفى منك او عاملين لك كونترا مبكر؟ ما في كونترا بيني وبين الام تي في علنا بقولها، بيني وبين بيت المر في جنتلمان، في ذوق، في اخلاق، مش اكثر من هيك. انت معتبر حالك منجح البرنامج؟ لا، منى اللي منجح البرنامج، انا زايد بلس البسمه. طيب ميشيل امتى رح تبطل البلس وصديق البرنامج تتصير البرنامج؟ ماني هالقد محمس على الا اذا اجى شيء بيلبق لي. وانا ما بحب كون لوحدي عم بقدم برنامج على فكره، بحب على طول يكون في مره معي. تفضل نقي تفضل ميشيل نقي. والله مقصره تقلع بطني روح مقصره دبل مينينج. يلا نقي وحط فكره البرنامج على السريع. راحت الارزي راحت. لا ابدا الارض ما بتروح ابدا. هربت شوف. ما نقيت بيناتكم؟ كو انكر نو واي. ما فيني اربعه مش ماشي يعني، بينحولوا عيوني اذا بدي. ميشيل رح ننقلك على المسرح يلي انت بتحبه كثير، وانت من ملوك المسرح انا برايي. ميشيل بده يعمل مسرحيه كوميديه تكسر الارض، مين بتنقي معك بطل اذا بدي يمسك البطوله بالمسرحيه؟ يشاركني البطولة؟ ايه كوميديان انثى أكيد. او رجل مثل ما انت بدك، انت بدك تنقي. انا مثلا بالنسبة لإلي إلي الشرف اعمل شيء مثلا انا وفادر عايدي. ايه حلو اكيد. نوجه له تحية لفادي. انا اي لاف يو مرأة. طيب اذا استعنت بس انا كثير مبسوط وكثير مرتاح بالبلاي روم مع ماريو باسيل. هلا عندي عمل انا الام سي تبعه اللي هو سيفو كل خميس بالبلاي روم، بس ما فيني حتى لو كنت عم بعمل شيء مع فادي رعيدي، بحب لمسه ماريو ككونسبتور يكون بالعمل، لانه مثقف مسرحيا بشكل جيد جدا. وكاميرا كاميرا اكتريس كاميرا كوميديان. انا بحب انطوانيت حقيقي كثير. انا بحب انطوانيت لانه في كيمستري بينه وبينه، خصوصا هلا بفيلم نسوان يلي نزل حاليا بالسينمات، العالم عم بتحب التليباتيه اللي بينه وبينه انطوانيت. بدنا نوجه لها تحيه لانطوانيت كمان اكيد. وهلا بدنا ننقلك لغير مطرح، بدنا ننقلك على اسئله سريعه جدا، بدك تجاوب او نعم او لا. يس اور نو. اوكي اذا بدك فيك توضح بعدين، بس هلا جاوبنا بيس اور نو. يلا. انا اقوى على التي في من المسرح. نو. بتعرف منى من زمان هلا صارت احلى بعد الغتوش؟ نو. اولادك ما فيهم يتجوزوا من غير طايفه؟ نو. ما فيهم يتجوزوا من غير طايفه؟ يس يعني ما فيهم. الدبلجه باللكنه السوريه نجحت اكثر من الفصحى؟ نو. صار فيك توضح هلا؟ يلا. صار فينا نوضح؟ نحن بالعالم العربي ملوك الدبلجة. إذا أنتم ما بتلاحظوا يلي منلاحظه نحن التكنيك، في تكنيك كتير مهم بفتحة التم
وباخر حرف بيقولوا للممثل يلي عم ندبلجه. ايه اذا كان عم بيقول مثلا ياس تنقول عم بيقول ياس منقول اجل مش نعم. هني ما عندهم اياها، نحن كنا نركز على فتحه التم وتطبيقه بس يكون مثلا هني نجحوا 100% نجحوا. لا يعني هن لانه اللي البرامج اللي جيبوها رائعه جدا التركيه بس كدبلجه لا نجحت الدبلجه يعني نحن عم دبلجين اول شيء بالعاميه اللبنانيه بس ما نجحنا. انا عم بحكي تكنيك انتم عم تحكوا بروجرام مسلسل. لا نحن عم نحكي المشاهدين صاروا اكثر، اللهجه السوريه صارت قريبه لسماعهم اكثر من اللهجه من الفصحى. بالنهايه نحن لهجتنا البيضاء مثل اللهجه السوريه، نحن ما بنستعمل اللهجه البيضاء بالمسلسلات، بنستعمل الفصحى بس ما بتحسها قريبه وقت تسمعها، صرت بتحس بالسوري قريب اكثر. العالم انا بالنسبه لي ما بسمع هذا الشيء، انا يعني كل اللي حوالي وكل العالم العربي اللي بشوفهم واللي بعرفهم واللي بسمع عنهم بحبوا كثير اللهجه اللبنانيه، خصوصا المغرب العربي واكثر خصوصيه الاردن. الاردن طيب بحبونا بشكل انطونيو بحبوا لهجتنا انطونيو. انا ماكسيميليانو انا ماكسيميليانو انت ماكسيميليانو او انطونيو؟ ماكسيميليانو. انطونيو كان سمير شمس. ماكسيميليانو ماكسيميليانو مين في مقابله؟ اليخاندرا. هل وجدت امك؟ اليخاندرا هيديك. من هي الاجمل؟ من هي الاجمل بيننا؟ هي ركال اعطيني قبلة. لماذا انطونيو وليس اين تريدها؟ ارجوك أين تريدها؟ على وجهي؟ على جبيني؟ لا على الشرفة. مع أنطونيو مع ماكسيميليانو وراكيل رح نروح له هو وهي. أكثر شيء بيعجبك بجس المرة شو هو؟ صدره. صدره. اوكي بركز على الصدر شوي اكثر من غير مطاري. ركز ركز. انا بسم الله صدر كنافه كلكم يعني. هلا انا بفضل تركز على عيوني. انا عم بسالك سؤال. ايه تفضل. شو تعليقك على المثل المصري؟ شرف البنت زي عود الكبريت، ما يولعش الا رشق رشق. رشق واحد. شرف البت زي عود الكبريت، هيدي عم تحكي على ايام يوسف وهبي الله يرحمه. مضبوط. وين هلا؟ ولت هاي ما بقى في كبريت، صار في قدحات. تك انتهي. ما بقى في شحطه. وكم رشق؟ فقسه. كم فقسه؟ ماشي فقسه شو بتنكي؟ قديها في اكثر من فقسه فيها. ريشو برايك انت في رجال ما بخون مرته ولا مره؟ يوجد هذا هيدا يعني هيدا 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 الزلمه اللي عم تقولي عنه اهم شيء اول شيء لازم نشوف حكيم. يعني بوشي في شيء غلط. قد ايه خاين مرتك؟ نعم قد ايه خاين مرتك؟ مره وعفشتني. حلوه بس هيدي المره اللي انا عفشته. ايه ما عدتها بلا بس ما عفشتك. يعني بدي اقول لك هلا كم مره لتعفشني. وما عفشتك. طيب ليك بما انه عم نحكي ما عم بفهم سؤالك، بس ركزي لي على السؤال اعملي معروف. ليك قطعت السؤال. جوزك كم مره خينك؟ جيبي حطيه اذا جاوبت بايه يعني بدهم يقولوا عنك خيخه. نعم اذا جاوبت بايه بدك تاكل قتله من المدام، واذا قلت لا بدهم يقولوا عنك بدي اكل قتله من الشباب اللي حوالي. 100% كيف ما قلت هيدا اكل قتله اكل قتله على الملتين. مثال كيف قطعت لك اياها مرتك؟ عبالي اعرف قطعت لي اياها راس عصفور. طيب بما انك عم نحكي عنك هلا كزوج، خبرني عن حسناتك وسيئاتك. اول سيئه عرفناها انك انت بتخون. ما بخون. غير سيئه انا ما بخون. خنته. لا لا خنتي. عشان خليك خيانه. لا بما معناه الخيانه العظمى لا ولا مره خاين مرتي. خيانه وطن يعني؟ خيانه عظمى انه روح مثلا اعمل اتصال مع العميل الصهيوني مثلا. فاذا انت مع الزواج والعائله ميشيل، بتنصح بالزواج؟ اهم شيء بالحياه هو الزواج والعائله والاولاد، مع انه بس يكبروا يعني بيكبر همهم معهم. يعني بلشت هلا اوصل لها بعد ما كبروا صاروا شباب وبلشوا يسافروا وبلشوا
نصلخوا عن قلبنا لانه هذا الوطن قد ما بيحضن شباب وصلنا عليه. خلص بتركيني رح انا وياك هلا. ايه انت كمان سافر اولادك؟ انا 10 سنين لهم عايشين برا. تفضلي. يعني نحن بنعطيكم كلينكس وانتم بلشوا هربوا. ومسلوخين عن قلبي وبس نرفز بقول جو سوي كونتر لو مارياج كونتر لي زانفون لانه من ورا الوجع اللي عم انا مثلك بحب كثير العائله بس كثر خير الله. بدنا نروح هلا ميشيل رح نكمل معك اكيد بس محل ما بتحب. بدنا نروح على سؤال الفوتينج. فوتينج؟ نعم بدنا نصوت. الزواج مش بالضروره يكون ضروره. صبايا انا بقول ايه مش بالضروره يكون ضروره، في واحد يكون اعزب ومبسوط وعايش حياته مثل ما هو بده وفرحان وسعيد وقلبي سعيد وياك يا حياتي. انا مثل نادين هيدا الابيض الاعزب. في واحد انه ما يتزوج يعني ويعيش حياته اكيد مش ضروره. الزواج ممنوع يكون ضروره. حلو. أنا على أنا كلكم كلنا ايه انه في الواحد ما يتجوز عادي رأينا اذا ما تجوز مش انتهت الحياة يعني. اوكي في فرق مش ضروري تتجوز في أناعة هي شيء بينك بلا وبين ضروري الشخص. لا بس إذا ما تجوزتي ما خلصت الحياة اوكي ايه؟ بس ضروري إذا بين ضروري مش ضروري بلا ضروري ما فيك تقول ضروري ضروري لأنه ما فيك تتجوز مين ما كان بالحياة بس لأن ضروري تتجوز. إذا ما لقيت الشخص ما فيك تتجوز هيدي غير شيء يعني مش ضرورة ضرورة بلا ضرورة الزواج بس بكيات معينة مش ايه مش ضروري اتجوز بنت بس لأن لازم تتجوز او مش حبيبها او مش هيدي هي اللي انا بشوفها مرتي مش مضطر اتجوز ايه 100% لأن عندنا بالعالم العربي في شيء اسمه يلا صار وقت تتجوز. على كل حال ضرورة مش ضرورة يختلف العالم كثير حول هالموضوع. عرفنا رأيك بس نحن هلا بدنا نروح على الأود وان أوت. مثال هلا بدنا نعطيك ثلاث احتمالات، واحد منهم دخيل على اللايحة، بدك تقول لي مين الدخيل. دخيل الله قولي يا الدخيل هو السياسي اللبناني، الشعب اللبناني أو الفالي باركينج، فيهم يساعدوك الصبايا. أنا بقول السياسي اللبناني لأنه بفتكر بينسب أكثر من الفالي باركينج. شو؟ أنا بقول الشعب لأنه الشعب بسب السياسة وبيرجع بينتخبه، بسب الفالي باركينج بيرجع بيعطيه السيارة تقول له إياها. أنت شو بتقول؟ انت شو بتقول؟ ما بقى في اجوبه من عندكم؟ لا انت إيه؟ دورك كعينا انا مع ارزي انا مع ارزي نحن شعب 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 برايك ليش؟ كمان لازم ننسب السياسه بنرجع بنروح بننتخبه. كثير جوابك رائع جدا ميرسي. بنسب الفالي باركينج ساعد بكسرنا شو اسمه او بيطلع على الرصيف من كل قلبه بيشبقها للسياره لانه مش دافك او بيروح بياخذ صاحبته مشوار لكنا خلصنا سهره برد لك يا فاطمه بنرجع نعطيه السياره. بس انا لا معلوماتكم بطلت سلم سيارتي لفالي باركينج وما يوخزوني. مش كل اصابيعي مثل بعضهم، في كثير ناس اوادم. صحيح. مره صفيت قدام مطرح نازل بدي اسهر قلت له بليز خليني انا صفه وخذ حقك ولو استاذ حبيب قلبي. قلت له بليز بترجاك خليني انا صفه يا حو هيدا المطرح خليني انا اقرب وارجع. ما بيصير انت عنا انت كذا انت بقلبنا ابو الميش نحن بنحافظ لك عليها مثل رزقك رزقنا. فتت رحت صرت جيت كسر لي المفتاح. حلو. 100 دولار دفعته اياهم؟ لا اكيد لا. خلينا نشوف نحن وياك الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو الفالي باركينج لانه ببساطه هو الوحيد بيناتهم اللي فينا نقول عنه انه صاحب موقف. وهلا رح نروح على ضاعت طاسة. ميشيل فخر ضاعت الطاسة هلا بنشوف. هلا بدك انت تقلنا اذا ضاعت مع هول الثلاثة او لا. رح نحط لك ثلاث صور وتقلنا مين ضاعت الطاسة معه. اوكي بنحط الصور. هشام حداد، مادلين مطر، وشرب الخليل. مين برأيك ضاعت الطاسة معه؟ ضاعت الطاسة ضاعت الطاسة مع شربل. ليه؟ ليش؟ في فترة ما عاد يعني كان قبل مركز على مواضيع معينة، شرد شوي ضاعت الطاسة معه على مواضيع تانية، شوي راح لتعمق كثير بالسياسة، وصل لوقت يجرح يعني ما عاد صار يبكي أكثر ما يضحك بمطارح. وشربل حبيبي وشربل صديقي بس عم بقول له كأنه عم بقول له يهم بوجهه يعني مش انه بظهره يعني. اذا قعدت انا وياه بقول له يهون نفس الشيء
انه شربل يخفف من تعصبك. بس ميشيل ثانك يو يور ويلكم. بس مش مخلصين معك. رح نروح هلا تنشوف اعلان نتذكره ومنحبه كثير من الماضي. رح تشوف رح تخبرنا بعد شوي شو رح يذكرك هالاعلان. رح نروح مع نوستالجيا. لفتور الصباح بيشتني سفلي مع العسل والمربى بيشتني سفلي لتسين الحلويات وسلطة الفواكه لجميع المأكولات بيشتني سفلي طعم بيصبح ألذ مع بيشتني سفلي لذيذ وشهية طيب ملذيذ عند المساء قبل النوم بيشتني سفلي مع العسل والمربى بيشتني سفلي. تتذكر هالإعلان؟ تتذكر هالإعلان؟ شيء قديمة هيك ولا؟ كثير قديم. أنا وميشيل ما بنتذكر وهذا على أيام أمنا. كثير قديم يعني إنه ما تذكرت مش شايفه. ولا أنا برافو. مش هيك؟ بس فتح لك شهيتك هلا. يمكن يمكن زينب بتتذكر. إيه أنا بتذكره أكيد. أنا أكيد بتذكره مش هاي أيامكم على أيامي. عشان هيك. ميشيل بدنا نشكرك كثير على حضورك معنا اليوم. ميرسي لإلكم. ثانك يو على المقابلة اللذيذة على كل الأفشات. يو آر ماي ليديز. ايه وبدنا تفكر منيح بموضوع مين بدك تنقي تيقدم معك برنامج وبركي بيكون على الجديد ما حدا بيعرف. انا بدي اقول لك انه احلى اعلانات واحلى صوت بسمعه على التي في هو صوتك. من لطفك ميرسي يا ارزي. ميرسي ثانك يو ميشيل. ميرسي لكم. ثانك يو. مواضيع كثيرة بعد البريك. مقدمة برامج ناجحة قوتها بعفويتها بمحاورة ضيوفها جرأتها على الكاميرا بتوظفها بذكاء وكتار بيوصفوها مثل البلسم على الجرح بس يدل لما تشلح جلدها وتتحول لعواطف انفصام لا محدود. رحبوا معنا بمقدمة البرامج مي سحاب. اهلا وسهلا فيكي. ماي اهلا فيكي. ثانك يو. شرفتينا اليوم. شكرا كثير. ضحكوا جد منه بس عنوان ل اذا بدنا نقول لبرنامج هو عنوان لحياه. صح الحياه عامة هي ضحكوا جد. مؤخرا صارت حياتك اكثر بيغلب عليها الجد من الضحك او الضحك بعد عنده مطرح بحياتك؟ لا بعد عنده مطرح كثير كبير مع اولادي. ياندي وراؤول يعني بكره بس تتعرف عليهم تشوفوا كثير في ضحك. حبيبتي الله يخليهم بتعرفهم الارض كثير منيح. طارق السويد عامل برنامج قبل سبا نجح ماشي الحال كان لحاله بس اجى ضحك وجد وكنت انت اياه بالبرنامج وكسر الارض. يعني في فضل لك بنجاح البروجرام. اكيد ما بنكر هذا الشيء ولا نهار. انا وطارق كثير كثير منسجمين سوا على الكاميرا يعني كثير قليل ما تشوفي اكثر من شخص بيكونوا مجموعين ببرنامج واحد وما يكون حدا اكل الثاني اذا بدك او فينا نعتبر انه انت الورقه الرابحه بالبرنامج بالنسبه لطارق. اثنيناتنا ورق رابحين لبعض يعني لانه عن جد نحن سوا كثير كثير لابقين وفي هارموني بيناتنا. لا واضح على كل حال. ما يعني بقول اكيد اشتقت انك ترجعي تمثلي عن جديد. اي دور معقول يردك على الدراما؟ دور ريتا بشريعة الغاب هلا خلص تصويره بعد لنا بس كم يوم تصوير كثير قليل. عم صور المسلسل من كتابة مالك رحباني وقالين لحود وبطولة قالين لحود واستاذ جورج شلهوب وباسم مغنية وكم كبير من ال اوكي من الممثلين وكمان في شيء هلا على طريق التحضير يعني ما في رجع بقوه يعني مش انه اشتقت ترجعي وراجع راجع اكيد ان شاء الله خير. ماي نحن رح نكمل معك بس هلا رح نروح على فقره نعم ام لا. ماي بهي الفقره بدك تجاوبي يس اور نو ما فيك تجاوبي بالنص. اوكي اوكي عالم الصباح الفيوتشر احلى من يوم جديد على الاو تي في. نعم برافو. ماي سحاب اكيد عونيه؟ لا
كمقدمة برامج بعترف حققت نجاحي الحقيقي بس مع طارق السويد. لا ممكن ارجع اتجوز. ايه بتحب توضح الشيء؟ اف بحب اوضح كثير اشياء. يلا فيي اوضحهم كلهم؟ تفضلي. اول سؤال كان عن عالم الصباح. انا عالم الصباح كنت اشتغل فيه على فترة كذا سنة، يعني هلا ما بدي لخبط اقول اربعة وهن خمسة او ثلاثة وهن اربعة، بس انا بلاقيه من احلى البرامج الصباحية. الفريق وزنا انت كنت كمان كثير عندي عن جد عندي نقطة ضعف عليه، وكثير بحب فريق الاعداد، كثير بحب البريزنترز كلهم، يعني كل حدا شيء ورح يضل بالنسبة لي لأنه يمكن هو أول برنامج صباحي. بحسه نمبر 1 يعني. حبيبتي مي، أنت مثل ما بنعرفك دائما صريحة وشفافة. حبيبتي قلبك قلب. حسيت بدي أقوم أعبطك بس ما لازم. هلا بعدين فيكي تعمل بدك قومي على الكاميرا. ثاني شغلة بدي أوضح، شو كان ثاني سؤال؟ أنا أكيد عونية. أكيد عونية؟ لا أكيد ماني عونية، لانه انا كثير كثير بعيده عن السياسه يعني. و يعني مانك عونيه ومانك شيء ثاني كمان. لا اكيد ماني شيء ثاني. انا حتى يعني دائما، وهلا ليتلي كان انه بس كانوا عم يتحضروا للانتخابات النيابيه العالم، وانه هلا في انتخابات وروحوا جددوا وكذا، كنت عم اقول لكل اصحابي انه اذا بتحبوني وبتحبوا يندي وراول، هيك كنت كثير انه اخذتها انه اكور، انه بتنزلوا وبتحطوا ورقه مكتوب عليها حوش، لانه هيدي بتعرفي ارزق انه هاي الكلمه انا كثير بستعملها. بنظري ما لازم بقى لا نحط ورق بيض ولا لازم انه لا ما بدي انتخب، لا بنروح وبننتخب وبنقول لهم نحن عن جد شو بنفكر فيهم كلياتهم. نو 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 او ماي جاد جاد ماي او. معقول؟ لا مش عم بفهم. خلصتي التفاجؤ والتفاجؤ خلصتي؟ نو. عواطف لديها جولة في سائر أنطاكيا والمشرق، ولم تعد تستطيع الانتظار، أو الانتظار لم تعد تستطع. لا سوري، إذا أنت عندك برمة بسائر أنطاكيا والمشرق أنا خليني أروح على البيت عند ولادي. باي. بالإذن باي. برافو شابو. عواطف مساء الخير زي ليديز. ليديز زي هالحرف كثير عزيز على قلبي، زي ما بعرف ليش وليش ما بعرف. اكيد انا بعرف. اكيد بتحبي شمخة. بتحبي تبرمي حواليه لزي انت؟ انا دائما اقول واقول دائما والكل يعلم، انا عواطف دائما بتمشي عزيح عكس ما تقولين ارزي، ولكن اليوم حاسه في هيك في قاموس عواطف نقول مخالب، بتعرفوا هيدي الكلمه مخالب. و اكيد عواطف كنت بتحبي يكون في اربع رجال بدل اربع ليدي. نو نو، بالحقيقه بالحقيقه. عم بحاوروكي ولا صبا؟ بالعكس، انا افتخر عندما اجد اربعه تلامذه تلميذات مدارس عواطف، ان كان الفت والفت كانت او زينه او انت ارزه او انت، يعني قلبي حبيبتي يكبر يكبر. وانا قد عرض علي تقديم البرنامج لوحدي بعد ما صار في تغييرات او تغييرات صار في، ولكن انا قلت ما بدي اقطع برزقه اربع عيال، انا بعرف ارقم عيال وقدمه انا لحالي. نو انا هيك عم بعيش اربع عيال واربع عيال عم بعيش. شكرا شكرا عواطف عواطف شكرا. اهلا عواطف عواطف اهلا. بحب تشوفوا التلاميذ شو شاطرين شو شاطرين. سيداتي، والان ننتقل الى هو وهي. عواطف رجال جنتلمان لذيذ حلاوة صريح جدا، طلب منك تظهري معه لليلة وحدة، تقبلي ترحبي بالفكرة وتقولي بعدين بعلقه،
وشو بتقولي مخيل بيك او لا تكوني هيك تاف ابدا ترفضي. عواطف ترفض الون نايت ستاندز كما فهمت من تلميحات سؤالك. صحيح. ولكن عواطف تحب الحب والحب تحب عواطف. اذا كان هناك من بذره يو نو هيك نبذه ارتخاء كبدي فشل كلوي ممكن. فشل كلوي عند مين؟ ولك عند انه حدا من الطرفين. بس ان شاء الله ما يصير في كسل معوي. ارتخاء ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله. الشر برا وبعيد وبعيد الشر. عواطف نعم. كيف بتعلق الرجال بمخالبك؟ علمينا. اطلع كثير منيح ألفت رح اعمل هلا شغله. يلا بدي اتعلم. بتعلموها اربعتكم زي ليديز ليديز. فينا تو كوبي يو؟ فينا دغري؟ أنا أحاول تقليدك أصلاً عواطف. هكذا فقط ألفة. أوكي في جرب كميل ليز رح جرب أنا أكون عواطف تلميذة. أديرة سكسي. عواطف تحب ما الجهود التي تضعينها وتضعينها الجهود. أنا أحاول تقليدك بالشعر الأشقر والفستان الأحمر الهيوقة. ولكن لم ولن يستطيع أحد أن يلبق له الروج الهيوقة قد عواطف. عواطف نصيحة لديك قدامك شابين، واحد مقرش وثقيل واحد طفران ومعتر بس جقل وسكسي. مين بتختار عواطف؟ طبعا اختار المقرش والثقيل. اساليني ليش ارزي وارزي. اساليني ليش ليش عواطف؟ لانه قديش هين الدربيه كوني انا معلمه واستاذه وعندي مدارس بسائر انطاكيا والمشرق انه يكون خفيف الظل وقريب الى القلب وسكسي اهين بكثير من انه نخليه يجمع مليون ورا مليون ورا مليون. طيب سيدتي 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 بس سؤال شو بيمنع انك تقدري تحتفظي باثنين فيهم اثنين يكملوا بعض ببساطه؟ عواطف ليست مع تعدد الشركاء. عواطف في ان واحد. نعم قصدك؟ نعم في ان واحد ما بنعدد. لا 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 نعدد. نعدد مثلا بفارق اسبوع. نعم بفارق شهر. 24 نعم. ساعه. نو 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 اسبوع هي المهله يعني اقل الادنى كما نقول. بدنا نرتاح لها. صاحبه نعم. مبدا انت وانت صاحبه مبدا طبعا. فوالا سيده عواطف بدك تنادي بحقوق المراه وانت على طول بتنادي بحقوق المراه. نعم شو بتقولي للمرأة المعنفة من قبل زوجها وشو هو الشيء أو الإجراء يلي بتاخديه بحق هالرجل؟ نعم عواطف في مدارسها كافة في فروعها كافة تدرب النساء على العنف على الرجال. شو قال؟ يلا فرجينا. وانا على المسرح. تفضلي تفضلي. لا اذا بتريدي بدنا الكل يستفيد. نعم بدنا الجمهور بيعلم والقن الجامعات اللواتي يتابعنني اليوم واقول لكن عندما يتقدم منكن دافعنا بايديكن وبرجليكن وبكعبكن. واذا بتلاحظوا مشاهداتنا الكريمات دائما عواطف تلبس الكعب عفوا جل من لا يخطئ. نعم دائما ارتدي الكعب الكعب العالي لاستفيد من هذا الكعب في حال اقترب مني رجل وحاول ان يصفعني. وانا من هذا المنبر انادي الجميع مش لحتى نشلح كرمال جاكي شمعون. نو نو بدنا نلبس نلبس خليني اقول عباءة الدفاع عن النفس نكون قد حالنا وما نخلي حدا يعنفنا لا جسديا ولا ما رأيك ان نجرب بعض الحركات انا وانت؟ سوف اوقعك في ورطة ارزة. تفضلي الاحمر يواجه الاحمر ارزة وسوف تقطعك اربا 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 اربا. هل كعبي جيد؟ نعم هكذا ارزة. تستطيعين رأيتي؟ نعم وهكذا ايضا وهكذا رأيتي. خلونا نشجع على ارزة. شكرا عواطف شكرا. وأنا أريد أن أضيف شيئاً العنف يبدأ بكلمة عندما يقول لك دبة
او يلق يعني انه ممكن اي نوع حيوان ثاني نعم هون ببلش العنف بس اذا قال لك يا حتى لو في خنا زياده بدوبه يا مهضومه ما بتمرق طيب انت بتصير يا حلوه يا فاره مقبول يعني اذا كان الحيوان دون ال 20 سنتي نقبل طيب اذا الصفع ممنوع في كل الاماكن بالجسد برايك اه فكرت بدك تقولي لي في كل الاماكن في المنزل لانه مرات مثلا في غرف معينه من المنزل بكون يجوز فيها مقبول الصفع نعم يجوز عواطف اقصد اذا الطبخه ما كانت طيبه في هيك الا انه هيك كان قصدي هلا نحن عرفنا شو قصدك وقصدك بيروح عن الحب فينا نحكي عن الحب من وراء قصدك بليز اللاواعي اتفقنا لما نقول حب بنقول حب اوكي زينة كثير مشتهدة اكثر منك بدنا نحكي عن حب نعم اوكي لما بنحكي عن مثل ما بقول لكم باول درس بمدارسة بما انه هيجتك الحب اوكي اي حب بتبحثي عنه هل هو الحب العذري طلع بيخة مني ايه لا لا حلوه الحب العذري عواطف تحب الحب بكل اوجهه مرات بس اظهر انا وارزي بحس في حب عذري وبحس في حب عذري بيني وبين أرزي ولكن طبعا. ما بيمنع انه اذا ظهرت مع شخص ثاني مثلا زينة انه حس كمان بحب عذري ويعني مختلف امتين ما بتحسي بحب عذري امتين مع مين عواطف لا تشعر بالحب الغير عذري لان يعني مثل ما بقولوا ما خلق عفوا الغير عذري او غير العذري يحق لي عواطف ما لا يحق لغيرها بدك ما تواخذيني نعم لا بدك ما تواخذيني تفضلي نعم كنت اقول قطعت لي حبل افكاري الحب بما انه انقطعت انقطع حبل افكارك مس نعم مس في اسال سؤال تفضلي مس عواطف بما انه عم بتعلمي الجيل الصاعد نعم. هلا من النساء مس عواطف شو بتعمل اذا الرجال خانه عواطف لا تسمح بالخيانه شو بتعمل لان عواطف سوف تسجن حبيبها كيف نعم. كيف ستسجنه؟ يعني أنا عندما أجد الرجل المناسب الذي لم يخلق بعد مثل ما كنت عم بقول قبل ما أتعلم حبيبها إيه؟ حبيبها ولا حبيبها؟ حبيبها مفعول به منصوب قلت لك إياها أنا لك. نعم برجع بقول لك أنا صراحة أنا بكب هون لشوف إذا رح تنتبهوا إذا نبيهات تس لألكم عواطف حبيبتي وحبيبتي عواطف كيف بتقيمي الليديز الليلة بالنسبة للحب العذري بالنسبة للقتال بالنسبة لل كبروجرام يعني ككل شيء نعم بقومون يعني تقييم التقييم تقييم قلنا بالقاف على ننتبه على مخارج الحروف نعم. فأرزة نعم. نعم. أنا أحبكن ومثل ما قلت ببداية الحديث زي ليديز برنامج عزيز على قلبي جدا وصار عزيز على قلبي أكثر بوجود أرزة الإعلام أرزة الشداق شكرا لك يا حبيبتي والحلوة ويعني يلي بوجودها منحس بالجمال بالفاشن يعني أنا عن جد ألفت بوجودك هلا بهيدا البرنامج بحس كل خبرتك بعالم التجميل حطيتيها هون لحتى تقدري تسحري وتفلتي مخالبك كمان كما تعلمنا بدروسنا أنا تعلمت منك تعلمت منك اللوكات والجمال وكل شيء بالنهاية أنت الأستاذة شكرا بدي شكراً. أنا أشكرك خجلتوني بليز لو نتوقف عن المديح أنا أخجل كيف تجدين نادين؟ نادين أجدها منذ زمن شوي بوزي أكثر من اللازم يعني هناك مياعة معينة تفتقدينها نادين عم تخزيني نعم قاعد بنظر قصتك لأسبفت اللي فتلي هون ولكن هناك هيك خليني أقول غناش وغناش أقول ضرورية ضرورية لكي نجذب ونفتح الخليج وين كنا خلقت مني ومني
تلقت وزينة تزينات كلمة زينة زينة في ضعف تجاهها مثل ما لاحظتوا كنت أثني على أدائها طول الفقرة نعم كونها لحظنا. من التلميذات بتعرف النيردز يلي بيقعدوا بأول صف زينة كانت لا تقلع النظارات لكي تراني جيدا معنى ليزك هلا نعم هلا عملة عملية وكانت بتأيد كل كلمة كنت أقولها وتجي تسمع لي وتقعد تحت شباك أوضتي وأوضتي تحت الشباك تعزف لي القيثارة وتسمع لي الدروس أرضي يعني بالفعل يعني قد ما أحكي ما بكون أعطيتكم حقكم وحقكم لقيت لك غلطة ثانية أنا حبيبتي عواطف لقيت لك غلطة ثانية وأنت حبيبتنا شكرا نشكرك شكرا جزيلا من قلبنا هلا صار وقت كتير. فل صرت مضطره نعم فلي. عندي الطيارات ناطرتني انا اليوم بدي اعمل كبسات على كل تلاميذي واساتذتي نعم بدي اضطر انه اتكيك معنا لشغله طارئه جدا فاصل ونواصل رجعنا من البريك لفقرة يعطيك العافية عواطف بعد البريك بدها تفرجينا عن قدراتها ولأنه هي بتحب الرجل الرجل رح تورق اليوم حيط هي وأرزة وأكيد رح يساعدهم المعلم حسن الحج قاسم عواطف بتحب تقول شيء بهالمناسبة وبهالمناسبة بتحب تقول شيء قبل ما نبلش جبل وجبل نبلش وعمار ونبلش ونبلش عمار نعم عواطف دائما تقول للأهل الذين يتابعوننا اليوم كفانا أنه نتخصص بالدكتور والمهندس والمحامي نحن بحاجة لرجال رجال نحن بحاجة لسنجرة وما تستغربوا نحن بحاجة لمعمرجة هلا لما بدكم تتصلوا بنجار براد ولا ما براد ما براد ولكن دكتور في لكل لبناني دكتور مقابيله بليز تخصصوا بالمهنية الشغل بالإيدين مش عيب بالعكس بصير مفتول العضلات والعضلات شوفي حسن اسم الله انت تستطيعين اللمس عواطف لا تلمس ولا تلمس المس دوسي لمست لمست نعم. يلا قاسي كالحجر نعم. اول شيء بنبلش بالجبل ما هيك مسيو حسن نعم. او ماذا نضع معلم حسن مي فوق الترابي مثل ما بتشوفوا حتى الباتون حتى الترابي بحاب لازم نجبلها اسالوني ليش اذا واحد جبل تفضل كفي مثل ما انا كنت عم بعمل معلم حسن تعلم طيب عواطف اذا واحد جبلته ثقيله يعني وثقيله جبلته بنصبه كاساس للمنزل بنصب الباتونات عليه بتطلع الاساس البيت راكز احسن ما بيعود يهز البيت كمان خطر لي بيت شعر ونقول لهم عن جد يعطيكم الف عافية خطر لي بيت شعر بيقول هلا هيك عم بفكر عمر يا معلم العمار ايوه وعلي حارتنا وعلي حارتنا يابا يابا غني لنا اياها انتوا عم تشتغلي يلا علم يا عمر يا معلم العمار وعلي حارتنا يابا نعم عمر لك شي ودور القمر جيتنا يابا نعم ملس هكذا معلم حسن تعلمت كيف ايوه ايوه, أيوة. نعم تعلمت فرجيني كيف انت بتملس نو معلم حسن بليز ارجوك لا خليني زيبة انا حسيتك عم بتحطها بشكل مش متناسق عفوا معلم حسن عفوا معلم حسن شكرا نعم نزيبق نزيبق احنا بدنا لكم يعطيكم الف عافيه شطوره ويعطيها الف عافيه بتزقفه كثير كبيره لعواطف للمعلم حسن الحج قاسم شكرا لكم يعطي ومنقول كمان يعطيكم العافيه لكل الاشخاص اللي بيشتغلوا بهالمهنه شكرا وانا سوف انسحب واذهب واقول انه بعد ما عمرت وتعبت صار وقت عواطف تروح وتنام بعد ما دربت اجيال
أبفال؟ شكرا لك عواطف. أحفال. شرفتينا، باي باي. ماي وعواطف شخصيتين ما في شك انه الجمهور اتفق على حبهم. شكرا جدا. ماي بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وعواطف بدنا نتمنى لك ما تضلك الا عم تعلق رجال كل حياتك. شكرا جزيلا. شكرا لك عواطف. وعواطف شكرا لك. اهلا شكرا، برافو الفت. رح انسحب لانه قلت لهم انه عم بشتري اشياء من الديوتي فري للكابتن والمساعد، خليني اروح عند برمي على انطاكيا وسائر البشري. رح نستقبل هلا كاتب اصدر كتاب محاولات اغتيال علي، خلينا منه نعرف اكثر شو قصه هالكتاب وشو قصه علي. ورحبوا معي بمحمد بركات. مرحبا محمد بركات، اهلا وسهلا فيك. كان عندك محاولات شعريه من قبل وهلا كتاب سيره منزليه مثل ما مسميه. اول شيء من هو علي؟ يعني علي هو كل واحد بيشبهني بعمري او اكبر شوي او اصغر شوي، هو شاب لبناني عادي بيتعرض لمحاولات تعنيف معنويه، سميتها محاولات اغتيال بالكتاب لحتى يصير بقلب العلبه الاجتماعيه بالسياسه بالعائله بالحزب بكل المطارح اللي بمرق فيها من هو عمره 5 6 سنين ليصير بي بكل مطرح. اكيد انا موجود، مش هيك قلت بيشبهني، هو انا علي وفيك تكوني انت علي فيها تكون هي علي. استاذ محمد كانه هون عم بتحكي انه الحريه بدنا ندفع حقها حتى بمعاناتنا مع اهلنا، بمعاناه منزليه، معاناتنا بمجتمعنا، ندفع يعني بمعاناتنا حق الحريه. مزبوط، مشان هيك سميته محاولات اغتيال، يعني كل الوقت في حدا بده يقتل شيء حلو بقلب علي اللي هو من اوله لاخره فينا نسميه تمرد هيك بتسميه. اخر شيء هابي اند، علي بيتحرر ولا ما بي؟ لا، اخر شيء علي بخلف بصير عنده بيبي، والبيبي كمان ببلش يتعرض لمحاولات اغتيال قبل ما يخلق، بتجرب امه بتفكر انه بلكي بلاها الولد هلا بهي الظروف اللي عايشينها. الكمالي تبع علي اللي هو ابنه بلش يتعرض لاغتيال قبل ما يخلق. يعني اصعب. طيب علي رح يضل يزمط من كل اغتيال بيتعرض له؟ واللي مثل علي برايك رح يضل ينجو؟ هن قلال اللي مثل علي اللي بينجو، لانه عاده الواحد بس يكون معرض للاغتيال او بده يخضع ليبطل يتعرض للاغتيال مثل بكل العالم، او بده يثور، او بده ينقتل بالاخر، او بده يضل ينجو. الكتابه هي شكل من اشكال النجاة. يعني اللي عاده اللي بيكتبوا تجارب مختلفه هن ناس يعني مثل ما بيقول ماركيز عشتوا لاروي. على كل حال هذا الكتاب اكيد موجود بكل المكتبات وفيكم تحصلوا عليه، مزبوط، وصادر عن شركه المطبوعات للتوزيع والنشر. التوزيع والنشر. محمد بلشت بكتاب جديد. انا اخذ قرار انه اذا هذا الكتاب ما انباع مثل ما لازم والناس ما قريته ما بقى رح اكتب، لانه ما بيستحق. ماني شخص يعني عظيم، اذا بطل يكتب في ناس حتموت من الجوع حتنام العشاء، بس ما بقى حاكتب لانه لمين بدي اكتب اذا ما حدا عم يقرا. بس محمد مش بالضروره، فيها تكون خافه الناس اللي بتقرا، الناس اللي بتحب هيدا الشيء، مش بالضروره تكون انت مشكله منك. لا، لانه هلا بالتكنولوجيا، بالتكنولوجيا ما بقى في حدا بحب يمكن ريحه الكتاب يشمه قبل ما يقراه يتمتع بالكلام. هلا بالايباد وبالتليفون وكله هيك صار. معك حق، بس لما الناس تشتري كتب الطبخ وكتب الابراج وكل سنه بيكتبوا بالجرايد انه كتب الطبخ الاكثر مبيعا، كتب الابراج الاكثر مبيعا، معناتها الناس عم تقرا. على الفيسبوك كل واحد فينا على فيسبوك وتويتر بيقرا ساعه او ساعتين بالنهار. لما ما عم يروحوا الناس على المكتبه يشتروا كتاب، معناتها او الكتاب عاطل او الكاتب عاطل او ما عرف يسوق له. بكل الحالات اذا الناس ما بدها تقرا ما بعتقد لازم نضل نكتب ونحكي. لا انا بغلطك، اكيد انا بغلطك، يعني اوكي يمكن امر واقع، لكن هالشيء ما بيعني انه نحن نستسلم ونبطل نحكي ونبطل نقرا ونبطل نسمع مثل الحواس الباقيه. استاذ محمد بدي اقول لك يمكن كلمتك تكون بسيطه توصل عقلوب الناس بسرعه ومن حشريتهم ويشوفوه بالزليديز يحبوا يقروا هالكتاب ويشوفوا شو هن محاولات اغتيالك علي. نحن بنشكرك، نورتنا وشرفتنا. ميرسي لكم.
ميرسي كثير، بنتمنى لك التوفيق. بريك، خليكم معنا مشاهدينا وبنرجع. ثانك يو. وهلا رح نروح على فقرة شو في ما فيه. شو في ما فيه بالجامعة؟ رزق الله على هديك الايام، تتذكروا صبايا ايام الجامعة؟ ما بتنتظر. كانوا حلوين الستينات. قد ايه كنا نعمل دروبة، قد ايه كنا نعمل دروبة بالاساتذة، وقد ايه كنا ننقل و... انا كنت كثير شيطانة، كثير خوتة وشيطانة و... وكل السنة ما فوت على الصف، بس في شغله واحده كان بعدها حصره بقلبي، ممكن اطلع الاوله، مع انه كل السنه ما فوت على الصف. انا مره حطيت عطوس بالكتاب، بزيح الكتاب تبع الاستاذ هيك، رشيت له عطوس وكنت اول صف ونفخت له اياهم بوجهه. لا ضل يعطس كل الساعه بالجامعه، هلا ما قدر يعطي الصف، ما عارف ليه. انا صراحه ثلاث ارباع الاوقات كنت انشحط على ثيابي، ملحق ازعج الاساتذه برا. انا كنت باجمل جامعه بالعالم، ما بعرف اذا سموها جامعه، يعني هي معهد الفنون الجامعه اللبنانيه، سو كانت معهد ختان، يعني ولا مره بتفوتي بتحسي حالك فايتة على الجامعه اصلا، يعني بتحسي حالك فايتة على مطرح. واضح كله، انا واضح عندي بزياده، كله فن وكله ناس مشعوطه وعم بتطير وعم بتفزفز وعم بتغني وعم ترقص بالكولواخ. سو انا اجمل ايام بالجامعه. انا عندي سبيسيمان كمان، بنتي سندي بدي اوجه لها تحيه بالجامعه بالبوزاغ كمان. احلى عالم بوزاغ. كل هالشيطنه ليديز كلكم هيئتكم كنتوا شاطرين، بس الا ما يطلع هيك شي نابغه من شي مطرح اختراع له شي اختراع ببيض الوجه مثلا. هلا بدنا نستقبل شخصين اخترعوا شي كثير مفيد. نستقبل الي فياض والي بويونس. الي والي، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك، بونسوار. مبين انه عاملين شيء اختراع، شيء كثير حلو. اول شيء خبرونا اول شيء خلصونا، طولنا بالتصوير بدنا نفل على البيت. الي والي اهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. في عندكم اختراع كثير حلو اكيد رح نحكي عنه بعد شوي، لكن خبروني بالقبل شو هو اختصاصكم؟ باي جامعه عندكم؟ نحن بالانديو الويزه الكتريكال انجينير، وفي كمبيوتر كوميونيكيشن انجينير. الي او كاري، لانه مش عارفه مع مين بدي احكي، بدي اقرر مين بيجاوب. عاده انت يتخرج الواحد بنقي بروجي معين. مزبوط. انتو شو نقيتوا؟ مزبوط، انه الواحد لازم يعمل اختراع، انه لازم يعمل شيء جديد، مش حد ما حدا عامل مثله يعني. مزبوط. فنحن اللي قررناه انه نعمل هابس، سميناه هابس، هارت اتاك بريفنشن سيستم. اوكي. هي اختراع كنايه عن انه مريض قلب بيركب باتشز على ايده، ثلاثه باتشز، اثنين على ايده وحده على اجره. هلا هول باتشز بيعطوا سينيال اللي هو اسمه اي كي جي، الاي كي جي هو سينيال القلب. هو بالحكمة بيعملوا له اناليسيس لهيدا السينيال، ومنه من وراه بيقرروا شو عم بيصير معه، عم بيصير معه مشاكل ولا لا، بيعرفوا الهارت بيت من وراه. فنحن اللي عملناه انه هيدي المكنه بتطلع هالاي كي جي، وبس يصير في مشكله بتبعت سينيال لهالحكيم، بتبعت مثل ايميل للحكيم بالمشكله، صوره عن المشكله واللوكيشن تبع المريض، وين هو بالتحديد، وين هو بالضبط. يعني هي بتوقيك من الذبحه القلبيه او من المشاكل القلبيه، صح؟ مظبوط. هلا المريض بيستعملها هيدي الابلكيشن ولا شو؟ هو بيستعملها هي الماشين او كيف؟ ولازم تضل حاططها كل الوقت يعني او ايه؟ لا سوري، هي معموله لاذا مثلا حدا عنده مريض بالبيت ما بده يتركه وحده، انه اذا في حال تركه وحده بنوصل عليها المكنه بضل مطمن باله، اذا في حال صار معه شيء بضل في تواصل مع الحكيم. يعني سوري زينه، قولي من وين استوحيتوا هالشيء؟ هو مثل ما قلنا لنتخرج بالجامعه مجبورين نعمل مثل اختراع. مش صار في اكسيدان لا سمح الله بالعائله او حدا؟ اكيد بالعائله في حدا توفى معه بالقلب، وكنا قاعدين انا وإلي وفي زميل لنا بالبروجي اوليفر شيلا، ما ادري يكون معنا اليوم، قاعدين مع الدكتور عبد الله القاسم اللي هو كان مسؤول عم يساعدنا كل الوقت، وكان عبالنا نعمل شيء له اختراع بالقلب يعني، او شيء خاصه بالطب.
نقينا القلب لانه من اكثر الامراض مثل ما بنعرف انه اصعب الامراض بالعالم كان او كان بلبنان شيوعا يعني. كمان وهي اكثر مرض كل ما نسرع بعلاجه المريض بس يصير معه هالذبحه القلبيه كل ما نخلصه اكثر او نعلي البرسنتج انه يرجع يعيش يكفي حياته طبيعي. طيب اول شيء بدنا نشوف لايف كيف تشتغل هيدا الماشين اذا فيكم بليز تعطونا اكزامبل. نادين تبرعي؟ انا كنت بتبرع بس في عندي خاف انا قلبي ضعيف حبيبتي خلينا نجرب على الشباب قلبي كبير بس ضعيف. طيب كمان بدي اسالكم بذات الوقت انتم عم تشتغل طيب هلا هيدا هيدي المكنه رح ترسل الرساله للحكيم المختص تخبره فيها انه هالمريض عم بعاني مشكله عبر الايميل صح؟ عبر الايميل بس عبر الايميل. طيب قديش اول شيء بيلحق هالطبيب يوصل له هالسنان؟ انه قديه الوقت يعني تتوصل هي اول ما يصير مشكله بالسينيال تبع القلب دغري بيوصل الايميل عند الحكيم هلا هي الفكره انه نحن كهدفنا انه نطورها لدرجه انه يكون لايف ستريمينج يعني الحكيم يقدر يشوف السينيال لايف يعني على طول مراقبه يعني صار في عمليه قلب مفتوح لا سمح الله او صار في شيء اي نوع من بيزمر لازم يعطي شيء سينيال اكثر من انه يبعث ايميل بلحقه الحكيم ما هيك بلحقه الحكيم هو هلا كل حاله لها يعني كل كيس عندها الوضع تبعها هلا عم نوصل الباتشز وعم نوصل المكنه بالسمارت فون اللي عاملين عليها السوفت اللي هو بده يشتغل كل شيء اوكي بلشوا يبينوا الدقات نقول للشباب يعطيهم العافيه شايفين دقات القلب الصوره كلها قد ايه رح تخلصوا عالم بهالاختراع برافو عليكم عن جد هون دقات القلب هلا رح نعطي مثل رح شيل ايدي عن وحده منا هلا رح خليها شوي تخربط اوكي مثل ما شايفين في كوشن تحت بالاحمر اوكي بعثت ميل سندينج ميل سندينج ايرور لان مش هلا ما في انترنت عليه بالتليفون عشان هيك اوكي يعني بس يكون في انترنت عليه بيبعث الميل يعني بيبعث ايميل بالمشكله وبتوصل عند الحكيم مظبوط بتوصل له بالصوره واللوكيشن بيستعمل جوجل ايرث مابس بيعرف المريض وين موجود دغري يعني بيبعث منها كمان صليب الاحمر اذا بعيد عنه ايه دغري بيعرف محله للطبيب للمريض بس هيدي مشكله بلبنان لا ما في انترنت لا بلا على الواي فاي الي والي بدي اشكركم كثير والف مبروك على الاختراع الجديد ميرسي لكم شكرا لحضوركم معنا تستاهلوا زقفه كثير كبيره برافو رح خلصوا كثير ارواح كثير فخورين فيكم والله يوفقكم يا رب اختراعكم انا عندي حنين على الجامعه واكيد الصبايا كمان عندنا حنين على الجامعه رح نروح هلا على ريبورت وشوفوا شو عملنا التسلية والجد عنوان التجربة الجديدة اللي عاشوها الليديز اليوم أنا هيك كنت روح على الجامعة بالخوتنة تبعي عشي يعني كنت الماضي مش أكتر Let's go نادين وأرزي شاطرين وموهوبين مهضوم الزو لدرجة إنهم قرروا بالجامعة ينسوا العلم ويتسلوا أنا وياها رح نولع أما زينة وألفت فأخذوا الأمور بجدية أكتر طب بس ما في قلي يقلي وقفي قدامي لانه بالجامعه ما فهمت عم بقصصك ما بعرف شرحت الكعب شو عم نعمل بذات البرنامج ما بعرف هلا صحيح ما درسوا بس قرروا يحلوا مشاكل الشباب الجامعيين كلكم صفوا حلو اجتمعوا ثلاث اطباء هلا حوالينا روب شو مشكله طلاب اليوم في شباب كتير حلوين بس ما حدا عم بتطلع فيه مبارك وين في شباب حلوة بتلاقي ألفت بس انت ما عرفت الشاب الحلو اعطاني 8 10 على جسمي كنظرة أولى ما حبيت نيكول كيدمان وما رح حبها بحياتي بتحديني؟ لا هيك بعرف انه استاذ سبور انت ولا لا؟ بس كيف عرفتي؟ من جسمك شو ياخذ وقتك؟ لا زمانك جلادة سلامة قلبك بفهمك نادي نضال شلحت على الظلم انا مش عم بتحدى ارزي لا بالطول ولا بالوزن ولا بالعمر ليه فكر حتى منشفه تحت التنوره قلت له لا هيدا البيت تبعي كيف فينا ناخذ شوكيس كلين بلاستيك اذا بتعمله معروف؟ هيدا انت؟ هيدا انا بونجور زي ليديز هاي زينة هاي.
كيفك مدام؟ من الجيل الجديد قديه هالقد عم يهتم بجسمه لأنه منشوف أنه فرقنا عن قبل. صار في إيه صار في شوية وعي من يحت النظرة تزبط العالم بالسبورت. طب قدي أنت كمدير مهضوم أو سئيل؟ لأنه عادة المدراء سئيلين. أنا كثير مهضوم. حسيت من ضحكتك. يبي يحبوك. يعني مرة جاي بس قلنا اطلعوا على مكتب المدير نطلع. أنا حبيبي وحياة قلبي هون يلي بغار منه راشد هيدا. بعرف بكافيتيريا بياخدوا 1500 تيسخنوا الفلاق، انتوا بتاخدوا مصاري تسخنوا بالمايكروويف؟ المايكروويف ومثل قلن حاطين لهم اياها. بعد هالنهار مين بيعرف اي شيلات جديدة رح يحصلوا عليها الليديز؟ بس على الأكيد منبارك لنادين نشرة الأخبار ولأرز الإخراج. طب نادين. مشاهدينا الكرام كنا معكم من الجامعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. يعني إذا رحنا زرنا الجامعة نهار وهيك عملنا، كيف إذا رجعنا تسجلنا؟ خربنا الدنيا خربت. رحبوا معي هلا بكريم تيماني ومحمد عيدو. مصوار كيفكم؟ اهلا وسهلا فيكم كريم تيماني ومحمد عيدو من جامعه الاي يو اس تي 100%. عم تدرسوا هندسه اتصالات؟ كمبيوتر واتصالات. كمبيوتر اتصالات. شو فكرتوا بمشروع كون للتخرج؟ هيدا الاوتوميتد بارتندر. انت بتطلب الاوردر على التليفون وين ما كنت، هو بيمشي لك الاوردر لحاله، بس على البارتندر يحط لك الكاس. ولا في يجي بروح بسهر وبطلب الاوردر على التليفون او من بيتي فيني اطلب الاوردر؟ لا مش هالدرجة. قبل ما اوصل؟ لا بدك تكوني موصولة على زيت النتورك. بس بارتندر بيعمل؟ ما في نجيبه يعني مثلا نستعمله بالبيت؟ بلا اكيد يطبخ يساعدني بالطبخ. لا الطبخ صعب. مش بس اذا بدك تشرب يشرب بس ليدق سنتوم. اوكي صعب. بس طيب انا ما فهمت شغله، كيف يعني انا بوصل على الباب تلفن لشو؟ مش بتلفن، بتفوت. نحن عاملين موبايل ابلكيشن، ايه بتفوت عليها، ايه بس بتكون موصولة على ذات النتورك الموصول عليه المحل كله. اللي موصول على البي او اس اكيد. مين؟ اوكي شو بصير؟ بتعمل الاوردر اللي بدك اياه على التليفون، وهو في بغير لونه اول ما تعمل الاوردر، بينتبه له البارتندر، بيروح بحط الكاس، بيلقط السنسر الكاس، بنزل الدرينك اللي انت طلبتيه. انه قد الواحد في يعمل كوميونيكيشن مع ماشين، انه ما بعرف انه ما يعني لا كثير بحترم هيدا الشيء. هلا كونه دومينه اذا بتريدوا. اكيد ما بحل محل بارتندر، بس كمان ما بعرف قد الواحد معقول يروح يسهر ويقعد يبعث الدرينك اللي بده اياه باي واتساب بدل ما يقعد يتفاعل مع الويتر ويخبره شو بده. هلا اكيد ينقي على شي 6 7 ساعات شو بده يشرب كاس وهيك. هلا هيدي في حال كان مثلا في ضغط والويتر ما عم بيجي لعندك على الطاوله، ما معه وقت. أوكي. كرمال ما تنطر كثير، ساعتها افضل لك تطبيع على التليفون. بس نايس ايديا. هيدا بحسها نايس ايديا ببابليك بليسز، يعني مطارح عامه. 100%. بتصير بالبيت كمان. اكثر من انه يكون بمطرح للسهر او شيء. طيب فينا نشوف شو بيعمل؟ ايه اكيد اكيد. لانه مش عم بفهم قد ايه معقول يطلع الدرينك دقيق بالخلط. هلا كرمال الدقه نحن محددين البورسنتاج من كل درينك قد ايه ياخذ، وهذا كمان بالبابات مثلا بخفف الويست، ببطل في ويست، يعني خمس سائل خمس سائل على القد، ما بقى بيطلع فوق. هون اوكي. ضبطت مع زينه. بتزبط. اكيد اخذت الاختراع زينه. نفتح المنيو. لا انا بدي اشوف. ماشي. نقي مثلا شو مثلا؟ نعمل الاوردر اللي بدنا اياه، شو حابين تشربوا؟ فودكا ريد بول؟ فودكا ريد بول. فودكا ريد بول. بتحبوا انتم تعملوا الاوردر ولا بنعمله هون؟ فودكا ويسكي. انا بدي فودكا ويسكي. بيسالكم كم ثلج بدكم بالدرينك ورقم الطاوله، انتم بس بتفوتوا رقم الطاوله وكم ثلج. فول ايس طاوله رقم 4. هون نمبر اوف تيبل. فتنا دغري بالجو. نمبر اوف تيبل 1 مثلا. بدهم يقوموا علينا هلا. بقول لك انه الاوردر وصل. اوكي هون ببين انه الاوردر وصل. بحط لك بليز بليس كاب وعدد الثلجات اللي انت طلبتيها، بيشوفها البارتندر، بيشوف كم ثلج بدك، بس بحط بالكاس. هيدي على شو موصوله يعني؟ هيدي موصوله على السيرفر اللي بيكون هو اللابتوب ولا حيلا شيء. كمان البيلينج سيستم كله بيكون موجود على اللابتوب كرمال يساعدك بالبيلينج سيستم. اوكي اوكي نحن بس البارتندر بحط الكبايه، بيلقطها السنسر. طلعت لحالها.
اوكي لقط السنسر بلش تعمل ميكسينج للدرينك. شكلكم بتحبوا الكاس اخترعتوا هيك اختراع. انا شغلت بشتغل بارتندر كرمال هيك. هيها اوكي. بس هو اذا دلق البارتندر مش اسرع؟ لا هلا هول الموترات هيد بعدها بروتوتايب الموترات شوي ضعاف بس موترات اسرع تعملوها سريعه ومثلا بتعملوا لها تابير ولون بصير يمرقوا الكبيت. ايه مثلا لانه انت قلت بيدلق يعني بيروح نصهم للكب يعني ايه لا فونكشنال. مين رح يدوق؟ يمكن للدايت. انا رح يدوق. شير جيرل شير شباب. انا كثير بشجع هيك اختراع. بدي اقول لرولان ستيفن سامر كل الشباب اللي بيشتغلوا بعالم البارتندينج انه ما في شيء بيغني عنكم بس اتس سمارت ايديا. اتس سمارت ايديا انديد. سو ثانك يو كريم ومحمد برافو يعطيكم العافيه. بس اكيد كرمال ما ننسى فضل ساعدونا بالبروجكت الادفايزر تبعنا مستر ميشيل اويجان وسامر كيوان وبلال خطيب كانوا كمان معنا بارتنرز بالبروجكت. برافو ميرسي كثير. وبعد البريك لانه تقل الثاني على الفودكا على جد سكرتي. انا رح اقولها بعد البريك رح اكون مع ضيفه كثير مميزه خليكم معنا. خلي الماشين هون. رش له بهار بعيونه لرامي مش حالبس له كثير يعني احمر وفالنتاين دل معي ستر بليز بدنا اودينس اللي بصير بعصب وكثير. ضيفتنا موهوبه وجميله جدا هي من نجمات اليوم انا ما بتصير دايما عكس التيار. خلونا نستقبل سوا فيفيان مراد.
مراد، شرفتينا. حلو هالمكساج بين غنيتك الجديده وبين اغنيه سيده فيروز. بحسهم كثير قراب لبعض، وحبيت اختمها كمان هيك بفيروز. تحيه لفيروز. اكيد تحيه كثير كبيره للسيده العظيمه فيروز. بيبيان هيدي الاغنيه الجديده هي ضمن البومك الجديد، خلينا نقول يمكن انه هي كلمات والحان سليم عساف وتوزيع هادي شراره. خبرينا عن الالبوم الجديد اكثر. اخترتي انت على عدد الكيف من الاغنيات، نقيتيهم بعد؟ بعد صاروا سته وبعد في اربعه، يعني في لحن مثلا، لحن من ابراهيم تطلس النجم التركي مثلا، بعد ما عم يعجبني كلام عليه فبدي احط كلام عليه. بعد في كمان، بعد عندي وحده مصريه مفروض تكون، تونسيه خلصت، في خليجي، اثنين خليجيه. امتين رح يبصر النور؟ مفروض باول شهر خمس ان شاء الله. ما الله رد، بتمنى لك كل التوفيق. ميرسي، ثانك يو. فيفيان اهلا وسهلا فيك، صبيه خامسه بين الليديز. انت صبيه اولى بيناتنا، بعدها عايشه الفالنتاين. زقفه لا، بعدك عايشه الفالنتاين. ثانك يو فيفيان، هيدا من ذوقك. اليوم انا من ورا حديثك هلا لاحظت انك نيقه، يعني بتنقي الاشياء. هلا بدنا ننقي رجال، بدنا ننقي رجال اليوم بما انه خمسه اجتمعنا، بدنا نركب مقلته. اوكي، اي نوع من الرجال بتحبي انت انه بيستفزك مشان نحكي عنه؟ اول شيء نبرشهم اليوم. اول شيء بيستفزني الرجال الذكي، حضوره هيك مش بيخلي بيسبلني، لا بس هيك بيستفزني مثل ما قلت. بيستفزك يعني الحضور الذكي؟ ايه بس مش حالبس له كثير، يعني احمر وفالنتاين ضل معيشته لانه انقرضوا صاروا ديناصور. لا ابدا، لا يقبروني كلهم اذكياء، كلهم بعقدوا، كلهم بجننوا. بليز بدنا اودينس لابس كلهم احمر، كل حلقة لبست لهم احمر، لبست لهم روج. لا فعلا اجمالا اللي بيستفزني هو الشخصية مثل ما بيقولوا، يعني هيك الشخص الرجال اول شيء هيك حضوره طاغي والذكاء، سريع الذكاء كمان، يعني بس سريع الذوبان يعني بيعجبك معناتها. شو؟ بس يستفزك بيعجبك يعني. هلا مش استفزاز، بس هيدي الطلة وهيدي التقل وهيدي الثقة بالنفس، أنا هيدي بالنسبة لإلي الرجولية، في يسميه مش ذكاء محله يعني. حضور رجال. حضور طبعا، عنده حضور طبعا والمواقف كل هالأمور، بس لا 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 الوهلة الأولى عم بتقولي أكيد هيك الطلة والتقل. فيفيان سؤال، ليه أخذت 13 سنة توصلت لها المرتبة الفنية اللي أنت فيها هلأ؟ أخذت معك طريق طويلة، ليه ما اختصرت الطريق؟ تأخرت كمان لأنه ما لقي الإنتاج الحقيقي اللي أنا بدي إياه، لحين ما أنا قررت أنا أنتج بنفسي، وتعبت كتير توصلت واشتغلت على كل فاصلة، عشان هيك انا نيقه، لانه انا مثل ما اشتغلت لاوصل لستيب كبيره، اشتغلت على كل ستيب صغيره وبنيتها بحب وبعناء يعني لحتى وصلت، فما كنت عم لاقي هالاشخاص اللي تساعدني بكل معنى الكلمه يعني، واللي بتفهم فنيا مش انه كيف ما كانت تساعدني. انت حدا اليوم مدعوم من اسامي كبار بالفن. اوكي؟ كثير ناس بيستغربوا انك مدعومه هالقد، بتعتبري هيدي الدعمه شيء مشبوه او انك اول شيء بنظرك شو يعني او موهوبه مشبوهه او موهوبه؟ قبل ما جاوبك، شو يعني مدعومه؟ يعني حدا هلا مسك لك ايدك عم بياخذك كل الستابس اللي قلت على البلد، بلشت فيهم صغير 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 وعم يكبر ويكبر ويكبر. انا من اول ما وصلت على البلد صح لهلا كانت نجاحاتي او بدي اقول حفلاتي مع النجوم الكبار. مش عن مش بار هازار، شو بيقولوا؟ بالصدفه. مش بالصدفه، مش بالصدفه. والنجم كمان مش علي لإله القرار، بيرجع للمتعهد كمان، ولو ما شافوا في موهبة أثبتت حالها من بعد ما عملنا الحفلة وتكررت الثانية والثالثة والرابعة، فلو ما أثبتت نفسي أو أوريدي عندهم فكرة على فيفيان على المسرح كفنانة، ما كانوا عادوا الكرة. وبرجع بأكد لك أنه الموضوع أكيد أنا فنانة موهوبة، لانه حب الجمهور كمان ما في يكون كمان مشبوه، ولا دعم النجوم مشبوه، لانه فعلا انا موهوبه وبشهدتهم
وهالشيء قلت لك قرار الحفلات ما بيرجع بس لإلون، إلون ولمتعهد الحفلات. نعم. انا بدي بس اقول لك المشبوه هو الفنان اللي بيضل يعمل حفلات متكرره مع شخص واحد. انا مع كل النجوم عملت حفلات، اما بس شوفي فنان او فنانه عم تعمل كل مره عم تكرر الحفلات مع فنان واحد، هيدي الفنانه المشبوهه. ايه بس هلا حكيت كثير ناس هون من السله يعني، اما بعرف انا في ناس بكرروا حفلات مع بعضهم بيكونوا اثنيناتهم اسامي كبار بالبلد. اوقات في كلام مشبوه كمان بنحكى عنه. انه انت عم تساليني انا عم جاوبك، انا ما خطر ببالي حدا والله العظيم، انا عم تساليني عم جاوبك. انا خطر ببالي حدا بيبيان. مش هين بيبيان، انا خطر ببالي حدا. لا انت خطر ببالك خليكي لحالك. لا بدي اتحاور انا وياك باللي خطر ببالي. في بلبله صارت الاسبوع الماضي وما بيصير انه ما نحكي فيها. تصريح لحضرتك قلتي عن الموسيقار ملحم بركات انه انا ما بتشرف اتعامل معه وهو مريض بالانا ومزاجي، كيف ليش حكيتي هالحكي وكيف تحكي هيك حكي عن الموسيقار؟ انا كثير اول شيء احترمته وكثير لقيته لذيذ لطيف وكل هالكلام، هيدا كله ما بيعني لي، انا بيعني لي اخذ منه لحن حلو، قال لي عندي غنيه رائعه اسمها عيب على اللي بيعمل عيب. دعتيكي هي، قلت له غنيها شوي، قلت له كثير حلو، قال لي بدي غنيها انا وياك ديو. طبعا هو اللي قال لي. قلت له بتشرف، بس انا هيدي الغنيه سمعتها شذا حسون قالتها غنتها بمؤتمر صحفي كانوا عم يسالوها عنها على اساس انت عطيها هي، قال لي لا ما بدي، خبرني خبريات انه ما مشي الحال يعني جامعه روتانا او شيء هيك. قلت له طيب اوكي، يعني انا اذا الغنيه لقلت يوقعني بمشاكل. اوكي. بسمع حدا بيقول انه الموسيقار قال بمقابله على صوت الغد انه عم بيسالوه وين صار ديو انت وفيفيان؟ بقول لهم مين فيفيان؟ مين هو اللي عم يطلعوا على ظهري؟ كلامه بصوت الغد مش زعجني، بطلت بدي اشتغل. ليش قولك قال هيك طيب؟ ليش؟ هيك بدك تسالي، تستضيفي وتسالي. انت عم تساليني عن تصرفي او ليه قلت هيك، انا عم اقول لك ردة فعلك كانت تلفنت تلفنت لتوني سابا، قلت له اذا بتريد بحترمكم انا كثير وبحبكم كثير، ما بدي اقول انه انتم ما احترمتوني، انت بتجنن، اذا بتريد ما بدي غني معه. فمدير اعمالي تلفن وقال لهم ما بقى بدنا نتعامل، فيفيان زعلانه ما بيجوز هالكلام تحكوا عنا، وانا زعجت يعني الصحافه هلكتني، بينت اخر شيء مثل الكذابه انه ما في ديو. لا في ديو وعم نشتغل عليه، بس هو ما بعرف شو صابه اخر فتره، كان الشغل كله ماشي وكله تمام، فجاه بيقول هيك بصوت الغد، فجاه بيقول لي حتي بنادين، فجاه بيقول لي ما تحكي عن الغنيه، فجاه ليش نزلتي، يعني غريب الاطوار وكثير بيعصب، وانا ما بعرف اتعامل مع هالنوع من العالم، كثير بيعصب وكثير. بكل الاحوال فيفيان بكل الاحوال بنتمنى ترجع الامور بيناتكم مثل قبل، نتمنى انه ترجعوا تتصالحوا ويمشي الحال وتعملوا ديو، لان اثنين انت صوتك كثير حلو وهو موسيقته كثير حلوه وصوته كثير حلو، شهدتنا يمكن مجروحه باثنيناتكم. بدنا هلا نحط شوي نقط على حروف بغير محل وننتقل لفقره هو هي. يلا يلا. انطلاقا من الاخبار يلي سمعناها مؤخرا حول تعنيف المراه، وللاسف يعني الاخبار كثير بشعه يلي عم نشوفها على التلفزيونات وعلى الراديوات، المراه مظلومه عم تكون كثير، بس فيفيان او قولك الرجل كمان هو مظلوم، امتين بيكون ضحيه؟ بمجتمعنا الشرقي ما بحس الرجال مظلوم صراحه، بحس المرأة هي مظلومة بمحلات وظالمة نفسها بمحلات ثانية، بس ما بحسه مظلوم أبدا. مين الرجال يلي بيضرب؟ اللي ما عنده ثقة بنفسه، الأناني، الغيور، مريض نفسيا مثلا. ايه اكيد في كف ما بتنسي، كف يعني ضرب عن ضرب بيفرق، يعني هلا في شيء بروح في سامح حبيب زبيب. لحظه لحظه لحظه، عم تقول في ضرب عن ضرب بيفرق؟ لا ايه. كيف ايه. يعني مثلا ضربت الكف هيك انه عن مزحه عن عرفت كيف يعني نص تغنيجه لا لا تغنيجه هيك تغنيجه هي لا هيدي كف ملبع بس هيك مهضمن فهمت عليك غنج شوي. طب في شي كف ما بتنسيه؟ اكيد في كف، خبرينا بصراحه كف بدك عم تقصدي انه كف في يكون معنوي وفي يكون في كفين ما بنساهم، كف امي
لانه يعني كنت كثير غني، ما حدا بيصدق انه انا امي كانت ربيت على كلمه صرعتينا. مره عم تحكي على التليفون وانا اخر امي عم بغني لك خلص انه مش هالكف الهرت الاسنان يعني، بس انه هيك هلا الكف المورال يعني تعلمت مش كل صبي ايدي مثل بعضهم يعني، في صديقه لإلي كنت حدا من كل قلبي وما كانت قد صداقتي بس. هيدا اعتبرتيه كف بحياتك؟ ان شاء الله ما يعني هذا كف بيعلم صفعه، ها مش كل الكفوف بتعلم، هيدا كف بيعلم. لا اكيد علم بفيد. اي اكيد علم. ايه مش عم بتعلم من غلطي. يعني اذا بدنا نطلب منك بغنيه شو بتقولي للرجل؟ هلا صراحه شخصيتي انا هي الغنية اللي غنيتها مش عم بتعلم من غلطي، كل ما بيخلص وجعي بعيده دغري بعشق دغري بعلق والمن ايده الله يسيده. يعني هي الحقيقة. هلا عشقانة وعلقانة يعني؟ لا هلا لا هيدي بتحكي هلا عشقانة الفن هي بتحكي 90% عن شخصيتي وشخصية صدقيني كل مرة، لأنه كلنا بنغلط خاصة بالحب وبالأحاسيس وكلنا بنغلط ومنتعلم من غلطنا. ايه بس البعيد الغلط كذا مرة وبعيد يعني بينغرم كذا مرة وبرجع بعيد ذات الأخطاء، تكون المرأة شخصيتها ضعيفة هون وقولك الرجال بيتقبل المرأة الضعيفة أكثر من المرأة القوية؟ لا إذا بدنا نحكي بالحب أوقات في غلط حلو بس مش عم تتعلم رب. هي الفكرة يعني فيك ترجعي تعشقي وتعشقي وتعشقي وتعيدي وتعيدي. شو بدي أقول لك بصراحة من إيده الله يزيده. من إيده الله يزيده. من إيده الله يزيده. برأيك الروتين طيب بالزواج بيقتل العلاقة؟ كثير. وبرأيي المرأة هي المسؤولة عن الروتين، لأنه بحس المرأة هي اللي بتحس بالروتين أول شيء، فبتعكس دغري على البيت وعلى العلاقة مع بين أطفالها ومع زوجها. فالمرأة هي الأساس، لازم تبعد عن شيء اسمه روتين بشكلها وبأسلوب حياتها وبأسلوب الحياة الزوجية بتخلي الدنيا. بس ليش دائما بنحمل المسؤولية للمرأة إنه المرأة هي لازم 100%. ليش الرجال ما بده يعمل هالإفورت كمان؟ لأنه الروتين مطرح بيريح المرأة، إذا بتعزيت المربى للأولاد الاستقرار هاللفة العائلة. أنا مع الروتين بس يكون هيك يعني في سبايسز من وقت للتاني. برافو عليك. طيب يعني هيك ملمع شوي من هون برش له بهار بعيونه لرانا. لا فعلا يعني هلا من ورا شو قصدك سبايسز من ورا من ورا حديثة لفيفيان خلينا نشوف هلا مين قولكم بزهق قبل بالعلاقة عادة؟ الزلمة أو المرأة؟ إذا المرأة بتزهق قبل الرجال بالعلاقة الأبيض، وإذا الرجل بيزهق قبل المرأة بالعلاقة الأسود. أنا بحس نبلش إنه يعني ما في شيء ثابت، بس انه بحس يمكن الرجال بيزهق اسرع، لانه المراه عاده بتضل تعمل افورت حتى ترد الرجال على البيت، واذا غلط بتسامحه، واذا 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 بتعمل 100 شغله تترجع ترده على البيت، فانا بقول الرجال يمكن بيزهق اسرع. انا بقول اثنيناتهم بيزهقوا ايام، فيها تكون هي بتزهقه وفي يكون هذا كاركتر عند الشخص، ثم انا ما باخذها ما بعممها، فيهم اثنين انا كمان مثل نفس الشيء بقول اثنينهم معقول يزهقوا وانت اثنينهم. ايه كمان شو بتقولي فيفيان؟ صراحة أنا كمان بقول مثلكم اثنيناتهم، بس أنا برجح الكفة أكثر للمرأة، لأنه بحس المرأة هي بتدير الدنيا كلها بالبيت وبتدير الرجال وبتدير كل شيء حواليها. نعم. فيفيان قبل ما نودعك ونسمعك بتحبي تقولي شيء؟ أكيد بدي مينيموم أشكركم وقلكم أنه لو ما هالبروغرام حمسني يعني عن جد بطريقة رهيبة قد ما أنه ضارب وكتير حلو وبتعقدوا أنتوا نمبر وان كبروغرام بتعقدوا كنت حمسني عنكم ضيوفنا نمبر وان كمان أنت نمبر وان وان كلنا سمع لإليك ثانك يو هو بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشال عاد هون الخير بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشال عاد هون الخير بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشال عاد هون الخير بالله تصبوا هالقهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشال عاد هون الخير
عنا شمال نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل عنا شمال نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل ضل تصبوا هالقهوة زيدوها هيل واسقوها للنشامة عظهور الخيل ضل تصبوا هالقهوة زيدوها هيل واسقوها للنشامة عظهور الخيل تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا الله الله عينك على أرزتنا يا عيوني الله عينك علينا الله وبسك تيجي حارتنا وتتلفت حوالينا الله الله عينك على جارتنا الله عينك علينا شو جابك عديرتنا تتخبى بالقراني الله الله وعرايس ما بو عنا يا عيوني يا عويز الخيزراني الله الله وشو جابك عديرتنا